تطلب زوجتي أن أعود إلى البلد إجازة، ذلك لأني أغيب عنها مدة طويلة 16 شهرا، فبماذا توجهونني وظروف العمل لا تسمح لي؟ إذا كنت لا تستطيع الذهاب إليها وأنت مضطر للبقاء للعمل للكسب الذي تقتات منه أنت وزوجتك وأولادك وتقضي به حوائجك، فإنك معذور بالتخلف عنها هذه المدة، وعليك أن تقنعها وأن تطلبها المسامحة وتبين لها العذر الذي يحول بينك وبين الذهاب إليها. ومهما أمكنك أنك تذهب وتعود للعمل فإنه يجب عليك ذلك، لأن لها حق عليك، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن ويخشى على النساء من الفتن، فذهابك إليها فيه مصالح عظيمة، فيه إعفاف لها وحماية لها وقيام بمصالحها. نعم.